في الحرب على الفساد ما فهميش خيارات، يا الفساد يا الدولة، يا الفساد يا تونس. وانا كيف التوانسة كل اخترت الدولة واخترت تونس، ونحب نطمن التوانسة كل ونقول لهم اللي الحكومة متحملة مسؤولياتها وستخوض المعركة على الفساد إلى النهاية. ونطلب من التوانسة في المعركة هذه باش يكونوا الكل متوحدين ومع بعضنا نقفل تونس.